المورد السادس عشر، البداية والنهاية، جزء ثالث عشر، ابن كثير. ثم دخل سنة 56 و600 656 هجري. يكمل ابن كثير كلامه: وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم، وما زال السيف يقتل أهلها 40 يوما، وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء 14 صفر، وعفي قبره، وقتل معه ولده الأكبر أحمد، ثم قتل ولده الأوسط عبد الرحمن، وأسر ولده الأصغر مبارك، وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم، وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما يقارب 1000 بكر فيما قيل، والله أعلم. تعليق: سلطة ومال ونساء وغلمان، وفوقها أمير مؤمنين وولي أمر، وحسناته أكثر من سيئاته، وحسناته تمحو سيئاته، ثم الجنة ورضا الله، دنيا وآخرة، له الدنيا والآخرة. إذن فلماذا لا يتصارع من أجلها الطغاة، فتقطع الرقاب وتسفك الدماء وتسبى العباد وتسود شريعة الغاب على نهج عبدة الشاب الأمرد بدون خجل وبدون حياء؟ يقول: 1000 بكر، هذه فقط من الأبكار وفقط ممن أسر منهن، فماذا عن عدد الأبكار اللاتي لم يقعن في الأسر فقتلن أو هربن؟ وماذا عن عدد النساء غير الأبكار ممن أسرن أو قتلن أو هربن؟ وماذا عن أعداد الصبيان والغلمان؟ إنها جاهلية مقننة مشرعنة بفتوى أئمة التكفير والسبي وسفك الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يكمل ابن كثير: وقتل أكابر الدولة واحدا بعد واحد، منهم الدويدار الصغير، مجاهد الدين أيبك، وشهاب الدين سليمان شاه، وجماعة من أمراء السنة، وأكابر البلد. وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس، فيخرج بأولاده ونسائه، فيذهب به إلى مقبرة الخلال تجاه المنظرة، فيذبح كما تذبح الشاة، فيذهب به إلى مقبرة الخلال تجاه المنظرة فيذبح كما تذبح الشاة، ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه. تنبيه: هذا شاهد آخر. شاهد آخر يذكره ابن كثير يكذب به نفسه ويبطل مفترياته على ابن العلقمي، فتبين لكم هنا أن هولاكو هو الذي أمر باستدعاء أكابر الدولة واحدا بعد واحد، ومعهم أولادهم ونساؤهم، فخروج ابن العلقمي مع أولاده ونسائه كان قهرا وتحت سلطة وأمر هولاك، وليس باختياره كما حاول ابن الأثير الإيحاء من خلاله أن أخذ عائلته معه يكشف نيته المسبقة في الغدر والخيانة بالخليفة والخلافة.